الأذان المغربي مطابق لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. هذا ما في اختلاف، ولكن المصيبة هي أذان يوم الجمعة ثلاث مؤذنين. هذا لا، ما صح عن النبي، كان له مؤذن واحد فقط. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس على المنبر يقف بلال أمام الباب ويؤذنهم أذان واحدا، ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام خطبة. إذن ثلاث مؤذنين مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام.